الأخ يسأل يقول: أمس كان هناك خسوف ولم نلحق صلاة الظهر، فدخلنا في الصلاة وكان الإمام يصلي الخسوف فصلينا معه صلاة الجماعة، هل تصح هذه الصلاة؟ مع العلم بأن دخلنا في الصلاة أصبح هناك ركعة زائدة، هل ندخل بنية الظهر أم ماذا؟ الجواب: لا تجزئ صلاة الخسوف عن صلاة الظهر، بعد ما يصلي الشخص مع الإمام صلاة الخسوف يصلي صلاة الظهر طالما أنه لم يدرك صلاة الظهر، لأن هيئة وكيفية صلاة الخسوف تختلف عن صلاة الظهر، فالصحيح أن يدخل بنية صلاة الخسوف ويصلي مع الإمام، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الظهر جماعة مع إخوانه الذين تخلفوا مثله، أو إذا أراد أن يصلي صلاة الظهر أولا ثم يدرك ما أدرك من صلاة الخسوف، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا دخل بنية الظهر عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل يا شيخ عدلي. The question concerning eclipse prayer that we didn't know, and when we enter the mosque, we find the Imam doing the Salah, the eclipse prayer. So we join him, although that we did not make Dhuhr. Can we, after the Imam finish, we come with two rak'at more, and this would be Dhuhr? And the Sheikh said the Salat al-Kusuf, the eclipse prayer, is totally different from the normal prayer, therefore this could not take the place of Salat al-Dhuhr. The choice that you go with the Imam and make the eclipse prayer, and after he finish, you make Salat al-Dhuhr. Otherwise, you go ahead and make Salat al-Dhuhr first, and after this, join the Imam in Salat eclipse prayer.